أطفال سوريون أرهقتهم سنوات طويلة من الحرب ورحلة لجوء لم تنتهي بعد، ما خلف آثارا نفسية تحتاج إلى سنوات لمحوها. يقدر عدد الأطفال السوريين بعشرة ملايين طفل، ما يقرب من ستة ملايين منهم إما نازحون أو يعيشون كلاجئين حسب تقديرات الأمم المتحدة اليونيسف، ما دفع كثيراً من المنظمات والجهات الدولية إلى إنشاء برامج تعليمية وتطويرية، منها مشروع قادة المستقبل. حسب القائمين على هذا المشروع، هو مشروع تنموي فكري ترفيهي يهدف لبناء شخصية اليافعين وتعزيزها بقيم وسلوكيات تصنع منه إنساناً ذا شخصية قيادية قادراً على أن يكون لبنة أساسية في بناء مجتمع سوري جديد. يستخدم المشروع التدريب التفاعلي وألعاب الذكاء والنشاطات الحركية والخارجية الهادفة إلى تطوير هؤلاء الفتية بطريقة تفاعلية في مخيمات تنموية تقام في مدينة إسطنبول. يأمل القائمون على المشروع بالتوسع فيه وضم أكثر من 1000 طفل ويافع في برامجهم التدريبية لهذا الصيف، التي أسست حسب قولهم بعد دراسة معمقة لهذه الفئة العمرية في دول اللجوء والمشاكل النفسية والسلوكية والاجتماعية التي تعاني منها. فهل تلك البرامج قادرة على إعادة دمج هؤلاء الفتية في مجتمعهم الجديد؟ وهل فعلا قادرون على إنشاء قادة المستقبل؟